حديث دولة رئيس الوزراء للمواطنين اليوم بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. ودلوقتي معانا على التليفون المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك سعادة المستشار، ويعني لو تقولنا من وجهة نظر سيادتك أهم ما جاء من رسائل على لسان دولة رئيس الوزراء للمواطنين النهاردة. مساء الخير يا فندم. في الحقيقة خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده دولة رئيس الوزراء كان هناك مجموعة من الرسائل الأساسية التي سعى دولة رئيس الوزراء لتوجيهها إلى السادة المواطنين مع بداية العام الجديد، وأخذا في الاعتبار رفع بعض أسعار الخدمات. يعني دولة رئيس الوزراء أكد على أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن المصري خاصة من محدود الدخل. دولة رئيس الوزراء أكد على أن عملية الإصلاح برمتها تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له والحفاظ على كفاءة كافة المرافق العامة للدولة. دولة رئيس الوزراء أكد أنه الدولة بتضع أولوية في اعتبارها أولوية مصلحة المواطن، وأنه على الرغم من أنه الأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم وأثرت على مصر ضمن كافة دول العالم يمكن كانت ربما في بعض الحالات بتدفع لاتخاذ بعض الإجراءات المزيد من الإجراءات التقشفية، لكن الدولة أجلت بعض الإجراءات الإصلاح المرتبطة بالدعم تحديدا حرصا على مصلحة المواطن محدود الدخل. وأوضح أيضا دولة رئيس الوزراء أنه عملية الإصلاح هي عملية متدرجة بتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين. في نفس الوقت أيضا دولة رئيس الوزراء يعني تناول بصفة عامة المؤشرات العامة للاقتصاد المصري وكيف كانت الأوضاع في خلال العام المالي 2015-2016 خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيف أن الدولة كانت المؤشرات العامة كانت إيجابية إلا أنه بعض خطط الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى حد ما تم تأجيلها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية سواء أزمة كورونا أو الأزمة الأوكرانية أو ارتفاع التضخم على مستوى العالم. دولة رئيس الوزراء أشار إلى أنه على الرغم من رفع أسعار بعض الخدمات إلا أنه هذا الرفع يأتي بعد تأجيل قيام الدولة بتأجيل رفع الأسعار أكثر من حوالي 3 مرات سابقا، ومع ذلك وبالرغم من ذلك فإن الدولة ما زالت تتحمل تكلفة الجزء الأكبر من الدعم. يعني احنا بنتكلم على أنه في رقم إجمالي للدعم ارتفع خلال العامين الماضيين من أقل من 100 مليار جنيه إلى أكثر إلى حوالي 342 مليار جنيه حاليا. عايز أقف مع حضرتك عند هذه النقطة، هل شكل الإنفاق الحكومي فيما يخص الدعم لأنه الناس ده اللي هيشغلها هيتغير في 2024؟ الدعم لا يا فندم. يعني النقطة الأساسية اللي أكد عليها دولة رئيس الوزراء إنه الأمر بيتم التعامل معاه بصورة متدرجة، وفي نفس الوقت الغرض هو خفض جزء من الأعباء الملقاة على عاتق الميزانية العامة، ولكن ده لا يعني إنه الدولة سوف تدفع الدعم بالكامل، ولا يعني بطبيعة الحال أن الدولة ستتخلى عن محدود الدخل. الفكرة الأساسية هي ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقين. فعلى سبيل المثال يا فندم أنه على الرغم مثلا أنه لو هناخد مثال أنه أنبوبة البوتاجاز مثلا، أنبوبة البوتاجاز الدولة على الرغم أن احنا تكلفة الأنبوبة الواحدة 200 جنيه إلا إنها بتباع ب 75 جنيه، يعني معنى كده إن الدولة بتتحمل 175 جنيه من تكلفة أنبوبة البوتاجاز، وده بيؤدي إلى إنه إجمالي التكلفة اللي بتدفعها الدولة لأنبوبة البوتاجاز فقط 35 مليار جنيه دعم. الدولة بتدعم رغيف الخبز ب 91 مليار جنيه، الدولة بتدعم المواد البترولية ب 90 مليار جنيه، المواد التموينية ب 36 مليار جنيه، إذن الدعم مستمر. ولكن ما نشهده الآن هو محاولة لتخفيف قدر من التكلفة، فعلى سبيل المثال
لو خدنا اسعار الكهرباء يا فندم، اسعار الكهرباء الدوله بتدعم الكهرباء حاليا ب 90 مليار جنيه في 2000، يعني خلال 2023 الدعم كان 90 مليار جنيه. طبقا للبرنامج الاصلاح الاقتصادي في البدايه كان من المخطط هو ان ينتهي الدعم في العام المالي 2023 2024، لكن نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الدعم استمر حرصا من الدولة على محدود الدخل. اللي عملته الدولة يعني مؤخرا هو خلال الأيام الماضية هو رفع بسيط للتكلفة بحيث أنه ينخفض الدعم من 90 مليار إلى 75 مليار. طيب إحنا هنا لما نقلص خسائر قطاع زي الكهرباء، فهنا من المفترض أنه أنا كمواطن أفهم أنه وإن حدث ارتفاع في الأسعار في هذا القطاع مع التغيرات اللي بتحصل عالميا يكون تغير يعني مش مرتفع نوعا ما، لأنه أنا من خلال إصلاحات اقتصادية وإجراءات إصلاح اقتصادي تحملها المواطن في السنين اللي فاتت هنا النمو يكون أقل. يعني خلينا فندم نقول اولا هي مش خسائر هو وانما هو تخفيف من تكلفه فاتوره الدعم. لو بصينا على سبيل المثال للشرائح اللي تم رفعها، احنا بنتكلم على الشرائح ديت بتغطي 65% تقريبا من المجتمع، والرفع في كل شريحه ثلاث شرائح، الرفع في كل شريحه كان حوالي 10 قروش فقط. يعني اذا الرفع على الرغم ان هو قد يبدو انه رفع كبير، لكن احنا بنتكلم فقط على رفع 10 قروش في كل كيلو وات للساعه. الدعم يعني الدعم حضرتك مازال مستمر، وفي نفس الوقت في سياسه وهي انه الشرائح الكبرى في الاستهلاك والاستخدامات الاستثمارية هي اللي بتدعم شرائح محدود الدخل، بمعنى انه احنا لما بنتكلم على خفض الدعم فخفض الدعم بيترتب عليه انه بعض الشرائح بتدعم الشرائح الاخرى، فبالتالي الدولة يعني بتقلص قدر الامكان التكلفة على محدود الدخل. والدليل على كده يعني انه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء تحديدا كان في سيناريوهين، السيناريو الاول انه ذكر دوله رئيس الوزراء انه كان في سيناريوهين، يعني سيناريو انه يتم تخفيض دعم الكهرباء مره واحده على مدى عامين او على مدى 5 اعوام، والدوله انحازت لاختيار تخفيض الدعم على مدى 5 اعوام لمراعاه لمحدود الدخل. يعني وده يعني احب ان برضه يعني عشان نوضح للساده المواطنين انه كان جزء اساسي من كلام دوله رئيس الوزراء، كلمه رئيس الوزراء اليوم هي انه طرح رؤيه للفتره القادمه ايضا، واوضح للمواطنين المحاور اللي بتتحرك عليها الدوله لتحسين مؤشراتها سواء في خفض التضخم او خفض البطاله او زياده معدلات النمو. الثلاث محاور هي في المحاور السياسه الماليه والسياسه النقديه وعمليه الاصلاحات الهيكليه. ففيما يتعلق بالسياسه النقديه على سبيل المثال، دوله رئيس الوزراء ذكر انه من المستهدف طبعا بالتنسيق مع البنك المركزي في السياسه النقديه وخفض التضخم لاقل من 10% في عام 2025. فيما يتعلق بالسياسه الماليه ايضا المستهدف هو خفض نسبه الدين من الناتج المحلي الاجمالي من 95% الى ما اقل من 80%. فيما يتعلق بالاصلاحات الهيكليه اشار دولته الى العديد من الاجراءات اللي تمت زي دعم قطاعات الأساسية مثل قطاع الصناعه، تقديم حوافز في مجال الاستثمار، اصدار الرخصه الذهبيه، تيسير حصول المستثمرين على الأراضي، تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات اللي شفنا مؤخرا إنها نجحت في الحصول على 5.6 مليار دولار، ودعم دور القطاع الخاص لزيادة استثماراته من إجمالي الاستثمارات في الدولة إلى ما يزيد عن 65%. إذا يعني هناك مجهود يتم حرص دولة رئيس الوزراء على التأكيد من خلاله للمواطنين على أنه الدولة لديها رؤية وخطط للتعامل مع عملية الإصلاح ومواجهة التحديات الراهنة، وأنه الدولة لن تتخلى عن محدود الدخل بأي حال من الأحوال
وانه ان شاء الله سوف نشهد خلال المستقبل التغلب على تلك التحديات باذن الله. طيب، من اهم التحديات يمكن اللي الناس دايما بتفرق معاه مساله الرقابه على الاسعار والاسواق، وبالتاكيد احنا محتاجين تشديد اكثر على مساله الاسعار والرقابه على الاسواق. هل في اليات جديده الحكومه بتستحدثها هذا العام في مساله الرقابه على الاسواق والاسعار؟ أكيد يا فندم، يعني يوم السبت الماضي على سبيل المثال بدأنا في المنظومة الجديدة. دولة رئيس الوزراء أعلن عن تحديد 7 سلع أساسية باعتبارها سلع استراتيجية خاضعة للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، بحيث أنه القيام بأي ممارسات ضارة في التلاعب بالأسعار أو حجز السلع، عدم منعها من التداول، سيضع المخالف تحت طائلة القانون. وأحب أقول لحضرتك أنه اليوم مجلس الوزراء وافق على تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة 171 من قانون حماية المستهلك والمتعلقة ببعض الغرامات والحد في حالة ارتكاب أي مخالفات وممارسات ضارة بأسعار السلع وتداولها. اتفضلي. يعني دولة رئيس الوزراء كمان يعني خلال يوم السبت الماضي أعلن عن تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بضبط أسعار السلع في الأسواق. الأمانة الفنية برئاسة المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هدفها هو متابعة مع أسعار السلع على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع لجان ستشكل على مستوى المحافظات. أيضا معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط أسعار السلع عن طريق إصدار قرار من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية يحدد ضوابط وضع الحد الأقصى للسعر البيع للمستهلك على السلعة. أيضا الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية ووزارة التموين سوف تتابع عملية بصورة شهرية، عملية تلقي اختراق من شركات الإنتاج وشركات المصنعة للسلع بأي تعديلات في أسعار الإنتاج وأسعار البيع. وهذه الآليات هامة جدا علشان الناس تشعر بمسألة الرقابة والأسعار تكون يعني زي ما الحكومة بتعلنها الناس تلاقيها في الأسواق، فهذه الآليات هامة جدا ومهم جدا أنها تنفذ في هذا العام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك.